سكرة المورينجا زي ما حضراتكم شايفين لها فوائد عظيمة جدا زي ما سمعنا من الدكتور أبو الفتوح عبد الله. دلوقتي هنتعرف كمان على فوائد كل منتج من المنتجات دي. 11 سنة والدكتور أبو الفتوح اللي هو راهب المورينجا بيشتغل عليها. أدي شاي المورينجا ليه فوائد عظيمة جدا. ده زيوت المورينجا والزيوت دي خارجة من البذرة على البارد. كمان عندنا مستخلصات الورق، عندنا الورق نفسه، الورق ده مهم جدا. الثمرة نفسها دي لما تفتحها من جوه ويطلع من جواها بذور بتطبخ لو هي فريش كده يعني لسه فيها ميتها كده، دي بيطبخوها في العديد من دول العالم وتتاكل زي الفاصوليا واللوبيا والحاجات دي. اما وهي ناشفه بيطلع منها البذره السحريه دي، وسبحان الله ربنا عامل لها مخده عشان تطير في اي مكان في العالم وتتزرع بدون ما حد يتدخل. يعني القشره اللي حواليها دي بتخليها خف الريشه فتطير وتبعد عن الشجره الام وتتزرع وتنشر خير المورينجا في العالم كله. خلي بال حضراتكم، الدكتور أبو الفتوح عبد الله عليه رحمة الله عضو بمنظمة الأغذية والزراعة من سنة 1985 وعشقه للمورينجا ورثته بنته الدكتورة منى أبو الفتوح، واللي حصلت على الدكتوراه في نبات المورينجا من قسم العقاقير في كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، وهي متخصصة في استخدامات مستخلصات المورينجا في الأدوية البشرية. قدامنا المنتجات هي، قول لنا كل منتج وفوائده. تمام، احنا عندنا هو موجود في المركز القومي للبحوث. تمام، صح كده. اول حاجه بدانا بيها اللي هو جمع اوراق المورينجا وتجفيفها في الظل وتعقيمها واستخدامها كشاي. شاي المورينجا يا جماعه ده اسمه شاي المورينجا للمركز القومي للبحوث، يعني الدوله اللي عاملاه. ده علاج جيد جدا جدا، او هنقدر نقول ان هو مكمل غذائي قوي جدا يساعد في علاج الضغط والسكر. وأبحاثنا اللي احنا عملناها ورسائل الماجستير والدكتوراه اللي عملناها على السرطان أثبتت ان هو وقائي وعلاج لسرطانات الخصية والبروستاتا وعنق الرحم قاتل الرجال لسنوات قادمة. البروستاتا والمخ. ايه بقى يا دكتور الصابونة دي؟ الصابونة دي صابونة جليسرين طبية معمولة من مضاف عليها مستخلص اوراق المورينجا، موجوده برضو في المركز القومي للبحوث. صابون المورينجا ده صابونه جليسرين، صابونه طبيه ودي كويسه جدا لحب الشباب، للنمش، للهالات السوداء، للتجاعيد، لقشر الشعر. ما شاء الله مديها نتائج مبهره جدا جدا بالنسبه. يا دكتور ما فيهاش اي مواد كيماويه؟ لا خالص، كلها مورينجا طبيه. مورينجا زيت ومستخلص. زيت ومستخلص المورينجا. عندنا الزيت بتاع المورينجا اللي احنا شايفينه ده الزيت اللي هو مستخلص من بذور المورينجا، وده ميزته ان فيه اوميجا 3 و6 و9 وكويس جدا بالنسبه للكوليسترول وضيق الشرايين وتصلب الشرايين. يا جماعه ده الزيت اهو، وعضله القلب، تنشيط عضله القلب، فهو ده كويس جدا بالنسبه لحاجات الدوره الدمويه او الامراض الخاصه بالدوره الدمويه. ودي علبته وان هي محطوط عليها البذور وان ده زيت يعني بذور عصير المورينجا خام، زيت يعني البذور على البارد وما فيش عليه اي اضافات، اي تسخين ولا حاجه، ما عليهش اي اضافات. يعني ايه تاني يا دكتور؟ عندنا بقى اللي يعني ما قدرتش اتحصل عليه اجيبه معايا النهارده، في مطحون جذور المورينجا، وده ليه ثلاث فوائد. الفائده الاولى بتاعته تطهير القناه الهضميه ومن جرثومه المعده، الكولوستوما، الاميبا، حتى البكتيريا الضاره، حتى البكتيريا الضاره في القولون اللي هي بتسبب القولون العصبي، جذور المورينجا بتساعد في علاجها، بالاضافه الى تنشيط عضله القلب ووقائي من السرطانات. منتجات المورينجا